عادة في أجهزة الإكس راي بيحطوا حاجة بنسميها الفلتريشن. احنا في عندنا مشكلة في الجزء اللي هو اللور بارت بتاع السبيكتروم دوت، ان هو احنا اليوسفول رينج بتاعنا من اول 20 25 كيلو الكترون فولت لغاية بعد كده لغاية 100 او 120 كيلو الكترون فولت، ممكن يبقى اكتر شوية كمان من كده، ممكن يبقى حتى لغاية 150. بس اللي اقل من كده بيبقى فوتونز ما تقدرش تعمل بنتريشن للجسم، يعني بمعنى ان هي بتبقى اكس راي فوتونز الانرجي بتاعتها بتبقى ضعيفه كفايه ان هي لما تدخل داخل جسم الانسان هتفقد داخله، مش هيطلع منها اي حاجه خالص. وبالتالي لو احنا عايزين نصور بيها احنا محتاجين الاكس راي تدخل جوه الجسم وتطلع بعد كده عشان نقدر ناخدها على فيلم. فبالتالي الجزء اللي تحت دوت، جزء اللي هو اللور بارت ده، كله ملوش اي قيمه خالص. فبيحصل ان احنا بنحط حاجه زي الومنيوم فلتر. الومنيوم فلتر ده عباره عن شيت اوف الومنيوم له ثيكنس معين، يعني مثلا ده 4 ملم الومنيوم او 2 ملم الومنيوم، حسب الثيكنس اللي احنا بنحطه دوت بيبقى بيزكلي احنا بنعمل اتينيويشن او بنعمل ابزوربشن لللور انرجي اكس راي فوتونز دي علشان نخلي الانرجي بتاعه الاكس راي عموما تبقى كلها في الهاي رينج اللي يقدر يبقى يوسفول بالنسبه لنا داخل الجسم. طبعا احنا مش من مصلحتنا ان احنا ندخل ده داخل الجسم، لان احنا بنعرض البيشنت كده للراديشن ملوش اي قيمه في الاخر، ملوش اي قيمه تشخيصيه. احنا ما يعني بيزيكلي بنحاول نحمي البيشنت، مش بس بنصور، لو احنا صورنا من غير فلتريشن هيطلع لنا صوره وكل حاجه، بس طبعا الانرجي اللي اخذها البيشنت كده هتبقى زياده، وخاصه ان انت يعني في الوضع دوت انت مش بتستفيد منها في التصوير خالص. فهنلاقي هنا ان احنا لما بنحط ثيكنس معين، طبعا كل ما زودنا الثيكنس هنلاقي ان الاتينيويشن او الفقدان بتاع النمبر اوف اكس راي فوتونز اللي موجوده عندنا في اللور بارت هنلاقيها ان هي تبقى يعني اكبر بكتير في الهاير ثيكنس. هنلاقي ان الفرق بين الاثنين في الهاي انرجي فوتونز اولموست نيجليجيبل. ففي الاخر هنلاقي ان الافكت بتاع الفلتريشن بيعمل حاجه زي شيفت، يعني بنشوف كده اكن الافرج بتاع الكيرف دوت بدل ما كان شيفت ناحيه الشمال هنا بالنسبه ل 2 ملم الومنيوم، لما زودناه ل 4 ملم بقى الافرج انرجي بتاعت الاكس راي فوتونز هنا بقت اعلى. وبالتالي نقدر نقول ان احنا لما بنزود فلتريشن بنقلل الكوانتيتي، طبعا عشان احنا لازم هنفقد الكترونز داخل الفلتر، لازم نفقد فوتونز داخل الفلتر. انما بالنسبه للكواليتي احنا في الاخر الاكس راي بيم اللي خرج بعد الفلتر هيبقى معظمه فوتونز الانرجي بتاعتها تعتبر عاليه، وبالتالي بتبقى افضل بالنسبه للتصوير، علشان يعني بيبقى كلها بيبقى لها دايجنوستيك يوتيليتي، مش بس بتفقد داخل الجسم وخلاص. وبالتالي فاحنا ريزلت اوف ادد فلتريشن از ان انكريز اوف ذا افريج انرجي اوف ذا اكس راي بيم with an accompanying reduction in the X-ray quantity. يعني بنقلل الكوانتيتي ونعلي الكوانتيتي لما بنزود الفلتر.